يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كويس السنه دي من اولها كورونا عملت شغل عالي جدا وقعدت معظم الناس ان ما كانش كل الناس في البيوت. نتج عن ده ان في ناس كتير جدا مننا زاد وزنها نتيجه طبعا فترات الحظر الطويله، الاعادات المطوله في البيوت، عدد ساعات العمل اللي قلت او اللي انعدمت عند كتير من الناس من جراء كوفيد 19. فسؤال حلقه النهارده المتعلق بالسوشيال ميديا، كل واحد منكم زدت ده في حال ما اذا كان وزنه زاد نتيجه القعده في البيت، زدت كام كيلو؟ وكان ليك مال اظن السؤال. زدت كام كيلو؟ هل مارست رياضه ولا لا عشان تقدر تتصدى للزياده دي؟ فخلينا بقى نسمع كده ردود حضراتكم. طبعا برضو ده جزء من اللي اتبعت، مش كله، احنا على قد ما نقدر يعني بنعرضها. اتفضل يا فندم. حماده حبيب اول من الناس، من اوائل الناس اللي بعتونا، بيقول للاسف مع القعده في البيت وقله الشغل وزني زاد 5 كيلو جرام بسبب كورونا، ولكن حاليا انا نزلت 10 كيلو. حسام حسيني بيقول جدا ردا على السؤال هل وزنك زاد ولا لا، وما رحتش جيم. جدا وما رحتش جيم. وسعيد سلام بيقول قل من 45 الى 37 كيلو علما بان انا عندي 17 سنه. عندك 17 سنه وزنك 37 كيلو، اعتقد مش صحي تماما. تالي انت يعني لازم تروح لدكتور تغذيه، ده اكيد. احمد دغادي بيتكلم زاد 10 نزلت 13 بالجيم، يا بختك. مصطفى ابو النصر الحمد لله بخس برضه، يا بختك. انا اللي غالبا هحسد الناس. مجدي محمد ليه الاحراج ده على الصبح؟ بالظبط. احمد الاهلاوي 5 كيلو لا ما مارستش رياضه ولا رجيم. زي احمد والله نفس الحاله. احمد تميم بيقول بقالي سنتين كل يوم بقول هروح الجيم بكره، هروح الجيم بكره، ولغايه النهارده بكره ده ما جاش ووزني زاد 10 كيلو. ده زي حالاتي برضه بالظبط، سبحان الله. مش لوحدكم. احمد سمير بيقول زدت جدا للاسف. بيتر بساده بيقول وزني نقص والحمد لله. في حين ان محمد عبد العزيز جاب الله بيقول نزلت 19 كيلو. عمرو عادل بيقول قل 5 كيلو وانا بروح جيم بقى 82. ده يعني انت كنت كام بقى كده؟ 87؟ كتير. لا كتير يا عمرو. اسامه سند بيقول انا خسيت السنه دي اكتر من 7 كيلو بسبب السكر. الف سلام عليك يا استاذ اسامه. بيقول ما بقاش عندي مجهود للرياضه خالص، يا ريت تقولوا لي على رجيم لزياده الوزن بالنسبه لمريض السكر من النوع الاول. ان شاء الله تكون معانا اجابه عمليه من خلال احد المتخصصين باذن الله في فقره من فقراتنا الحواريه الايام الجايه ان شاء الله. ده اكيد. احمد نصار صباح الخير على احلى مذيعين في القناه، وزني كان 108 كيلو وبدات اظبط اكل على ما اقدر، على قد ما اقدر، وامشي كتير الحمد لله 96.5 كيلو دلوقتي وهنزل كمان ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، الجزء الايجابي ان انت فعلا نزلت فبرافو عليك، لان دي اراده، والاوزان الكبيره يا كريم دي بتبقى فيها لحد ما سهوله في الاول ان انت تنزل، وبعد كده بيبقى الوزن شويه بيثبت. بس انا برضو انصحك انت، او انا ما اعرفش طبعا انت ماشي مع دكتور ولا لا، بس يا ريت، لان برضو 96 يعني ما هوش وزن صحي خالص. محمد العتباني بيقول زاد وزني ل 98 كيلو ولكن قررت انزل وزني والحمد لله بقيت 82. كويس، في ناس عندها كويس جهاز الاراده شغال. انا مبسوطه من الاجابات والله. احمد صبري بيقول 12 كيلو، زدت 12 كيلو. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله عقبال عندي. دي الاجابه اللي اتقالها عقبال عندي. الخديوي بيقول الحمد لله وزني ثابت لاني بلعب فتنس وكارديو. برافو عليك. مودي منصور او محمود بيقول تقريبا وزني زاد فوق الزياده 8 كيلو وده بسبب اصابه مزمنه. الف سلام عليك. بجلطه وريديه في القدم ولكن دلوقتي لا الدنيا اتغيرت. لو اسباب مرضي ده دايت وكارديو وجيم، لا ان شاء الله يتقال لك عود احمد. بص يا كريم، اللي عنده زياده بسبب مرض او يعني دي بتبقى ترجع اسبابها لاي مرض معين او اصابه، فده شيء خارج يعني يكون خارج ارادتنا. بس حلو ان انت برضو عندك اراده وفكره هنا انك بتعمل دايت وكارديو، فدي حاجه كويسه. بس انا بتكلم بقى على الصعيد الثاني، الدلع اللي عند البعض اللي هو ما بيعندوش اي مشكله وما فيش اي حاجه خالص بتؤخره يعني ان هو يمارس الرياضه، اللي هو منهم انا يعني، ده اللي بيبقى فيها مشكله. وده اللي احنا بنتكلم، عايزين نشجع بعض، فكره ان احنا نتكلم بصراحه كده احنا زدنا قد ايه، وان احنا فعلا مكسلين او لا ان احنا نمارس رياضه. ده هيخلينا كده ناخد اولى خطوات ان احنا نغير الموضوع ده. وانا بتمنى، ودي رساله كده خلينا نتبناها في 10 صبح في الاهلي، ان احنا نحاول نشجع بعض بجد ان احنا نخس، يعني نقفل السنه دي 2020 في صحه افضل، في شكل افضل، حتى ده يبقى خير كده لينا في 2021، ويا رب السنه الجايه تكون افضل من السنه دي على كافه الاصعده باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين.